بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم يا كريم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي أبا عبد الله الحسين زيارة مني ونيابة عن والداي وعن والداي والداي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص مولانا صاحب العصر والزمان طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاد وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخر وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي قصدناك أبا عبد الله. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زارا عارفا
عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالة من خالفك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة علي بن الحسين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك، ولعن الله من قتلك، وضاعف عليهم العذاب الأليم. زيارة الشهداء. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء والصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله، ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. بعد باقي واحد لا ننساه، لازم نزوره بعد الليلة، قال وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة، أبو علي، ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة، تزور القمر الأزهار أبو جفوف القطيعة، شيال رايتكم وسور الهاش. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. حسين يا حسين، يلا حبيبي سمعني.